معي من جنيف الرائد عصام الريس، عضو الهيئة العليا للتفاوض في جنيف والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الجنوبية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عصام. إذا ما نسأل عنه دائما ببداية كل جولة كأجواء، هل ثمت ما هو جدير ذكره كيوم أول؟ مساء الخير. يعني بالنسبة لليوم الأول يبدو أن السيد ستيفان دي ميستورا بدأ بالتركيز على موضوع سلة الدستور أو موضوع قضية الدستور ومفسد الدستور. طبعا هو دائما المبعوث الخاص يقدم ورقة أو فكرة حول لمناقشتها، قام بتقديم ورقة للدراسة، الآن تجري دراستها، ومن المفترض أن يكون هناك أيضا جلسة أخرى اليوم متأخرا. لم يتم تحديد وقت هذه الجلسة أو حتى الموافقة على الخوض في هذه الجلسة حتى الآن، لأن الورقة الآن قيد المناقشة. أولا، فكرة مناقشة الدستور في هذه الجولة أو اليوم على الأقل ليست من قرار دي ميستورا، أو ليس من الضروري أن توافق عليه المعارضة. هذا أمر نحن نقرر ما هي السلة التي أتينا من أجلها، وكان واضح يعني تصريح رئيس الوفد وقدومنا إلى هنا للحديث عن انتقال سياسي. صحيح، فترة انتقالية وانتخابات الرئاسة، هذا ليس من شأن دي ميستورا، وهو الذي أعلنه. نعم، حتى كنقاط رئيسة، ليس فقط دستور يعني. نعم صحيح هذا الكلام، هو يحاول التركيز على السلة الثانية أو الثالثة، يعني الدستور والانتخابات. طيب هذا ليس متعلقة نقاط تتعلق بالانتقال السياسي، هو ليس من يقرر هذا الموضوع، موضوع الدستور سيد عصام، هذا ما قلته. ولكن عندما يتم توزيع الأوراق عادة كما قلت لمناقشة الموضوع، يعني هذا في مرونة؟ يعني اولا نحن لسنا هنا لكي ننسحب او نرفض، نحن نريد ان نتواجد في كل يعني المحافل الدوليه لكي لا نترك سبب لوفد النظام او لرئيس وفد النظام او لرئيس النظام الذي قال انه لا يعنيه شيء من جنيف وهي مجرد ظهور اعلامي، مجرد مسرحيه اعلاميه. وطبعا السيد دي ميستورا تجنب الرد على هذا السؤال عده مرات في مؤتمره الصحفي ليخفف التوتر. يعني دي ميستورا يعلم وفريق دي ميستورا يعلم ان النظام غير جاد، هو هنا فقط من اجل كسب الوقت. النظام لو كان جاد كان التزم باتفاق أستانا وكان التزم باتفاقات السابقة. اليوم فقط يعني موجودين نحن هنا في جنيف مع إعلان الخارجية الأمريكية لجريمة تعتبر الأكبر منذ النازية الألمانية، يعني منذ الحركة النازية حتى اليوم لم تحدث جريمة الحرق هكذا الجساس. صحيح، هكذا يعني تسريب اليوم، هكذا تصريح، نشر لأدلة من قبل واشنطن، كيف يؤثر في هكذا اجتماعات؟ يعني هناك تحديدا كيف عادة يتم الحديث عن كأصداء على الأقل؟ يعني بيدعم رسالة المعارضة الدائمة أنه لا يمكن الحوار مع هكذا نظام أو وجود رأس النظام هذا وبهذه الصلاحيات. بيدعم فكرة أن الانتقال السياسي هو الطريقة الوحيدة للتخلص من صلاحيات المطلقة لبشار الأسد بقتل السوريين. طبعا بشار الأسد ليس يحرق السوريين فقط في أفران إيرانية، هو أيضا يحرق السوريين بطائرات، ويحرق السوريين بالنابالم، ويحرق السوريين بالسلاح الكيماوي. يعني وقد وصلت الآن قمة الإجرام لإخفاء الجريمة أن يحرق جثث السوريين المعتقلين في سجن صيدنايا، وهذا أمر ليس مستبعد، وستكشف الأيام جرائم أفظع من هذه الجرائم وستفوق جرائم النازية وأكثر من النازية. لذلك هو يدعم فكرة المعارضة بأنه لا يمكن التفاوض مع نظام بهذا الشكل، لا يمكن الجلوس على طاولة حوار بدون نقل صلاحيات المطلقة لبشار الأسد، نقلها إلى سلطة تشريعية، سلطة كاملة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لتقوم بشأن البلاد للمستقبل. طيب حتى ميدانيا طبعا وبالتوازي، وتقريبا مثل أغلب الأوقات قوات الأسد تقصف بالصواريخ، اليوم نتحدث طبعا عن غوطة دمشق، على الأرض سيد عصام، هل من وقع لكل هذا للتصعيد من قبل نظام الأسد وحلفائه على الأرض لهكذا أدلة وتقارير عما يسمى جرائم حرب؟ يعني اعتدنا أنه في جنيف أو في أي مؤتمر حتى في أستانا النظام يقوم باستهداف مناطق بشحشية كبيرة. اليوم منطقة اللي تم استهدافها منطقة لا يوجد هناك عذر لأنها مضمومة من مناطق ما يسمى بمناطق التصعيد الأربعة، وأنا هنا لا أعترف بهذه المناطق لأننا رفضنا هذه المناطق، ولكن لا زال الروس يتكلمون بأن هذه المناطق موجودة وأن هذه المبادرة قيد قائمة وما زالت قائمة ويسعون لتنفيذها وتحقيقها على الأرض بشكل حقيقي. اليوم ثلاث صواريخ شديدة الانفجار من طيران في حمورية وصاروخ في صخبة، يعني رسالة واضحة أثناء المؤتمر بأن النظام سيستمر بانتهاك وتصعيد هذه المناطق التي يدعوها تخفيف تصعيد، وسيستمر في إجرامه تماما كما يفعل الآن في القلمون الشرقي وفي بادية سوريا عندما يحاول ضرب الجيش الحر
الذي يسيطر على مناطق داعش في هذه البادية. هل سيثمر شيئا عن مفاوضات جنيف 6 سيد عصام؟ لأنه يعني بملخص هذا اللقاء وكالعادة للأسف تقريبا نفس العناوين نتحدث عنها. يعني انا ماني متفائل، ولكن حضورنا لا يعني ما يعني عدم التفاؤل عدم الحضور، لان اليوم في جاتيلوف اجى التقى مع وفد النظام، ومتوقع قدوم ايضا ممثل او نائب وزير الخارجيه الامريكي او ممثل وزير الخارجيه الامريكي احد مساعدينه ايضا الى هنا الى جنيف. هذا يعني ان هناك اشخاص على مستوى من الاهميه في الحكومه الامريكيه والروسيه يسعون لتحقيق شيء من خلال جنيف، وايضا ديمستورا يريد ان يحقق شيء من جنيف. وهذا الامر الذي قدمناه نحن اليوم، قدمنا ورقه المعتقلين او الحديث عن موضوع المعتقلين الذي ذكره ديمستورا في مؤتمر الصحفي. هذا اعتقد انه يعني التمثيل الدولي القادم الى جنيف في محاوله لاعطاء اهميه لهذه الجوله، محاوله لتحقيق شيء او الوصول بشيء بهذه الجوله، ولكن دائما نواجه بلا مبالاه النظام، بتهرب النظام. وبالنهاية الموجودين هنا هم ليسوا صاحبين قرار، يعني من يقرر هي الميليشيا الموجودة على الأرض. يعني بشار الجعفري ما عنده سلطة أنه يقرر على يقول اسمه الكامل، يعني بشار الجعفري ليس لديه صلاحية أن يقول اسمه الثلاثي. هو يريد العودة إلى دمشق والمخابرات ليأخذ إذن بهذا الأمر. سنكون معكم دائما للوقوف على آخر تطورات ما يحدث هناك بجنيف. شكرا لك من جنيف الرائد عصام الرئيس، عضو الهيئة العليا للتفاوض والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الجنوبية.